طارق شحاته مشير القانوني بتاع الجمعية الخيرية لورثة الشيخ الشعراوي. قول لنا حقيقته يعني ما تداول عن وفاة نجل الشيخ الشعراوي ان هو توفى خارج البلاد. لا هي وعكة صحية عادية من شهرين وهو توفى هنا في مصر عادي جدا. يعني مفيش كلام ده. لا طيب له من الأولاد قد إيه؟ له 6 أبناء. 6 أبناء. ثلاثة ذكور وثلاثة بنات. الوصية بأن هو دايما الوفاة كله بيدفن هنا داخل. الشيخ نفسه مدفون هنا، كل أولاد الشيخ كله بيدفن. هو ليه من الأشقاء 2 كمان وبنتين ولا 3؟ له بنتين وله أخين. اللي هو توفى الشيخ سامي دكتور سامي الشعراوي كان مدير معهد البحوث في مدير إيه السيد أمين عام مجمع أمين عام مجمع البحوث في الأزهر. تمام. ولون اخوات تانيين ايه؟ الحاج ابراهيم توفى الله يرحمه منذ 9 سنوات، الحاجه فاطمه توفت، الحاج صالح. تمام، شاكرين جدا لحضرتك لان في كلام كتير تم تداوله بالمغلوط يعني. لا اللي بيظهر على الميديا انتوا عارفين كله بيبقى معظمه غلط يعني. تمام، شاكرين جدا لحضرتك. في